أسعد الله صباحكم متابعينا، صباح الخير سالي. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. الطقس بوجه عام بمشيئة الله يتوقع أن يستقر في عموم المناطق ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. اليوم في العاصمة ما تسجل 14 درجة مئوية مع أجواء كما نلاحظ صافية تماما في أغلب المناطق. الطقس يكون ما زال باردا نسبيا في العديد من المناطق، لكنه يميل للدفء في مناطق مثل الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. دعونا نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها شمالا من عجلون من 15 إلى 12، بيت 17 10، جرش 16 13، وفي المفرق من 16 إلى 10 درجات مئوية. في المناطق الوسطى البحر الميت 27 16، مثلا أجواء دافئة هناك. 17 9 مأدبة، الصلد 16 12، عمان 14 9، وفي الزرقاء 17 إلى 10 درجات مئوية. جنوبا تصل في العقبة إلى 30 درجة مئوية اليوم وصغرى 19، الشراق 15 10، معان 18 7، الطفيلة 18 12، وفي الكرك من 18 إلى 10 درجات مئوية. شرقا تكون في روشة 19 8، الصفاوي 19 6، وفي الأزرق من 19 إلى 9 درجات مئوية. إذن هذا كان كل لدينا بشأن الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. عودة إليك زميلة سالي، وطبعا دائما ندعوكم لتحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.